اليوم بدي أحكي عن موضوع جدي شايفه هاي الفترة جدا عم بنتشر، ما في ناس عم تطلع وتوعي عن هذا الموضوع، فاليوم أنا حبيت أحكي عنه. يلي مو فاهم ومو عارف عن شو أنا بدي أحكي أكيد بتكون عرفت وفهمت من عنوان هذا الفيديو، نظرية الفطاير. كيف الفطاير إجت؟ الفطاير شو بدهم منا بالضبط؟ هل الفطاير موجودين قبلنا ولا إحنا إجينا وبعدين إجوا الفطاير؟ أسئلة كتير بهاي النظرية، العلماء قاعدين بيشوفوا بيحاولوا يجيبوا أجوبة، بس هلأ تقريبا ما في حدا طلع بجواب مقنع. بدأ هذا الموضوع بفيديو واحد بالسيارة كان بيطلب من مطعم وسأل العامل هناك شو بدهم الفطاير. خلينا نشوف أول فيديو يلي بدأ هذا السؤال وبدأ النظرية الكبيرة تاعت الفطاير. كم فطيرة هم اللي طلبتهم؟ هم كم كم فلوس ولا كم فطيرة؟ هم شبون منك؟ من هم؟ هم الفطاير. فطاير أي فطاير؟ إحنا الفطاير. إيه شبون منك؟ شبون مننا؟ إيه. إحنا الفطاير. أنت اللي تبي مننا مننا على أنت. هم شبون منك. هذا الفيديو اللي بدأ هاي النظرية وبدأ التساؤل الكبير اللي ولا عالم قادر يحله. شوفت فيديوهات تانية لناس رايحين كمان يسألوا ناس بيشتغلوا بمطاعم. مين الفطاير؟ وشو بدهم منك الفطاير بالضبط؟ كم فطيرة؟ هذا الرجال أنا شاك فيه الصراحة أنه هو بيعرف شو صاير وبيعرف كل هاي النظرية وبيعرف يحلها وبيعرف الإجابات كلها، بس ما بده يحكي الموضوع هذا. أتوقع داخل فيه الماسونين، داخل فيه ناس فوق ما بنقدر إحنا يعني نحكي عنهم بهذا الفيديو، لأنه اليوتيوب حيشلي الفيديو. اليوتيوب ما بيحب يرفع هيك فيديوهات يلي بتحكي الحق، ما بدهم إياكوا تعرفوا الحقيقة، ما بدهم إياكوا تصحوا على حقيقة الحياة، فانتبهوا وركزوا بهذا الفيديو. أنا ما راح أحكي كلام بهذا الفيديو يخلي الفيديو يعني ينشال، عشان أنا بدي كمان قناتي، ما بدي القناة تاعتي تمسح بس راح نحاول نجيب الإجابة وأفهمكم إياها بطريقة أما إن شاء الله. هم شو يبون منه؟ مين اللي يبون؟ الفطاير. هم شو هم يبون منك؟ انت عايز تاكل فطاير؟ شو يبون منك؟ مين دول؟ العامل قاعد بيحاول يشتت انتباهي اللي عم بيسأله، بيحكي له انت عايز تاكل فطاير؟ احنا عارفين وفاهمين هاي الطريقة تاعتك، احكي الحق بالآخر الحقيقة هيك ولا هيك حتطلع، لا تحاول تغير الموضوع، احكي لنا من الآخر شو بدهم منك الفطاير؟ شو بدهم منا نحن الفطاير؟ شو يبون منك؟ زي ما شفتوا آخر عامل كمان قاعد بضحك، يعني بفكر الموضوع بضحك، أو هو مو بفكر الموضوع بضحك، هو فاهم وعارف إنه الموضوع هاد جدي، بس بيضحك بحاول يورجي إنه زي لا هاي كوميديا، ما في شيء، الفطاير ما بدهم منا شيء، شو مالك شو بتحكي، أنا مو فاهم عليك. إحنا فاهمين طرقك، صارت معنا قبل، هاي مش أول مرة بتصير بالتاريخ، صارت كتير قبل وسكتوا ناس لما يطلعوا بيحكوا بالحق. إحنا بس بدنا نعرف الجواب، بدنا نعرف شو بدهم منا الفطاير. أنا شفت فيديو وشاكك الصراحة بأنه هذا الإنسان عنده الأجوبة كلها، لأنه كتير توتر لما سألوه شو يبون منك الفطاير. هل الفطاير تتحكم بالدولة العميقة؟ كمار كمار، هل الفطائر هم مخلوقات فضائية؟ ما يعرف هل الفطائر متعلقة ب والله ما في معلومة زي ما انتو شفتوا كيف توتر وهو قاعد بيجاوب على آخر سؤال، والله ما في معلومة من التوتر تاعه هيك، والله ما في معلوم هيك، ما بده يطلع الإجابة، مبين عليه مخبي إشي هذا الإنسان. أنا شاك أكتر شيء صراحة بهذا الإنسان، هذا بيعرف شو بدهم منا الفطاير، هذا بيعرف الفطاير من وين إجت، هذا بيعرف لو الفطاير إجت قبلنا أم إحنا كنا قبل الفطاير، هذا بيعرف لو الفطاير هي اللي صنعتنا ولا إحنا صنعنا الفطاير. السؤال هذا الصراحة جدا دمرني، هاي الفترة هو منتشر كتير هذا السؤال وأنا عم بحاول ألاقي إجابة، عم بحاول أعرف شو عم بصير، بس ما قادر ألاقي أي إجابة.
عشان ميو. اليوم راح نحاول نلاقي حل لهاي الموضوع. لازم نعرف شو عم بصير، شو صار بالفطاير، كيف الفطاير قدرت توصل لهذا المكان بالحياة، كيف الفطاير قدرت تحل العالم. في وحدة سألت أبوها، وعلى أساس أبوها حل النظرية. شفت هذا الفيديو موجود بالتيك توك، منشنتوني عليه. خلينا نشوف هل أبوها جد حل النظرية ولا بتعمل هيك عشان تحاول تجيب مشاهدات. ألو ألو، منو؟ بابا. بابا بابا شو يبون منك الفطاير؟ أي فطاير؟ الفطاير شو يبون منك؟ أي فطاير؟ شو يبون منك الفطاير؟ الفطاير شو يبون منك؟ الفطاير؟ الفطاير أبو يفطروا فيني. الفطاير شو يبون منا إنزين؟ ها؟ الفطاير شو يبون منا؟ من هم؟ الفطاير شو يبون منا؟ سفانة. ما بعرف الصراحة ليش بتضحك بهذا الفيديو، بس الموضوع ما فيه أبدا أي شيء بضحك. الموضوع جدي، الموضوع فيه حياة أو موت، الموضوع فيه حياة أو موت، الموضوع فيه حقيقة لازم تطلع. ما بصير يضلوا هيك يغسلوا مخكو، ما بصير يضلوا يخبوا عنا الأجوبة. إحنا كمان لازم نعرف شو قاعد بصير بالحياة، لازم نعرف شو بدهم الفطاير منا. أبوها يعني جاب إجابة منطقية إنه الفطاير بدهم سبانخ، بس ما حكى لنا شو بدهم منا. هل الفطاير بدهم منا نحن السبانخ، او بدهم السبانخ يجيهم على الفطيره؟ المهم خلينا نشوف الفيديو يلي بعده. بابا شيبون من الفطاير؟ شيبون من الفطاير؟ طب لحظة شوي، خلينا نحط الفطاير هلأ عجنب. ما شاء الله يعني تبارك الله، ما تفهموني غلط، ما شاء الله. بس هاد بيتكم ولا انتي ساكنة في مول، ولا بتصوري في مول مسكر؟ ما بعرف، بس ما شاء الله يعني تبارك الله البيت جدا حلو هيك، زي كأنه مول يعني ما شاء الله. المهم خلينا نشوف، نكمل شو رح يحكي أبوها. أتوقع هاد أبوها، خلينا نشوف. إيش يشيبوا مننا؟ فطاير إيش يبوا مننا؟ ناكلهم. ايش يبوا منك الفطاير؟ ما قد فكرت؟ ابوها ترك الاتصال زي ما انتو شفتوا. صاحبه قاعد بيحكي الو الو، ترك ابوها الاتصال من التوتر، ما عارف كيف بده يحكي لبنته الحقيقه، ما عارف كيف بده يصارح بنته. كيف عرفت بنته بهذا الموضوع؟ انصدم. من وين عرفتي بهذا الموضوع؟ كيف اجاكي هاي التساؤلات؟ مين صحاكي على هاي الحقيقه؟ استنى يا ياس، مين هم دول؟ فطاير، ما قد فكرت ايش يبوا منك؟ يبون اكلهم. بابا فكر مظبوط، استوعب السؤال. ما قد فكرت الفطاير ايش يبوا منك؟ طريقة طرحها للأسئلة الصراحة جدا جميلة، انه كيف مصرة تعرف الجواب. عم بحاول ابوها يشتت افكارها، ما يعطيها الإجابة، بس هي مصرة بترجع بتسأله. فكر منيح بابا، لا تكذب علي. تعبت من الكذب، ومعاكي حق الصراحة 100%، معاكي حق. الناس كلها بدها تكذب علينا، ما بدها تعطينا الحقيقة، احنا بدنا نعرف شو الموضوع، شو الموضوع. جاي صلع الموضوع مزح وطقطقة، وما في اي شيء من الكلام اللي خبري خبركم، لان نفس الشخص راح لنفس المكان وصور لنا هالفيديو. ابو عبد الرحمن، واحد اسمه ابو عبد الرحمن اتصل عليك اليوم، شنو قايل لك؟ قول لي ايش يبون منك. قالوا مين قال الفطاير؟ طلع الموضوع مزح. يا الله، شكرا لك الصراحة. شكرا لك لأنك فهمتينا أنه الموضوع مزح. الكل كان الصراحة يعني مفكر جد، كنا بدنا نلاقي حل لهاي المشكلة، بس الحمد لله أنك طلعتي ووضحتي أنه هذا الموضوع مزح. أنا استسلمت خلاص. شو هذا الفيديو؟ أنت هي جد طالع كمان تشرح لنا، فهم؟ طلع الموضوع مزح. الحمد لله انه طلع مزح.
الله خربتي الفيديو يا اخي، قاعد اكون جدي وماسك حالي من اول الفيديو ما ضحكت. اوكي هلا جد بدنا نحكي بالموضوع، احنا كلنا طبعا عارفين انه مزح. ما بعرف لو في حد منكم يعني جد مفكر انه الفيديوهات جدي اللي انا قاعد بسويه، لو جد في حد مفكر هاي نظريه ابعد عن الانترنت، اكسر تليفونك، احمل نوكيا معك بس عشان الاتصالات يتصلولك ابوك وامك يطمنوا عليك فقط لا اكثر، لا تخلي معك انترنت وتدخل مواقع تواصل اجتماعي لو بتفكر هذا الموضوع جدي. المهم هي بدأت هاي الميم ب 2021، في واحد راح عند محل فطاير وطلع له اللي بيشتغل بهذا المحل وسأله شيبون منك الفطاير كمزح. فبهذيك الفترة الفيديو هذا انتشر وهيك صار ميم خفيف، بس هلأ وبعد سنتين الفيديو هذا رجع انتشر والناس رجعت سوت ميم عن هذا الموضوع وطلعت هاي الميم تاعت انه نظرية الفطاير فقط لا اكثر، هذا هو كل موضوع شيبون منك الفطاير. يا اخي ميمز العرب فنانة، حلو انه العرب بدأوا يدخلوا في هذا المجال تاع الميمز، يعني زمان ما كان في ميمز للعرب، زمان كان بس الاجانب لهم ميمز وهيك ميمز غريبة عجيبة، واحنا هلأ نفس الشيء اللي عم بصير معنا. يعني لو واحد اجنبي اجا يشوف شيبون منك الفطاير What does فطاير want؟ ما حيفهم، فاهمين علي؟ فحلو انه صار عندنا نحن هيك زي مجتمع بيفهموا ميمز على بعض ما إلها معنى. وبس والله حبيت احكي عن هذا الموضوع لانه عم بشوفه في كل مكان، وين ما ادخل في اي سوشيال ميديا بشوف قدامي شيبون منك الفطاير. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، فأمان الله.